نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حكوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام يوسف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين. صفحة أفر بقل يتضبي يسجاشا. وأخرج أبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بانها جالسا مال فقال أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا. تدك إيمانك أهلك وهي أبو إيمان وين أبو إيمان في عن. قال يا رسول الله الملائكة. قال فير عليه السلام هم كذلك سدا ويان يحق لهم ذلك إيمان كذين وفي هذا نحق إليهن وما يمنعهم من ذلك وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها يد إلهي تجيها كدجية وملائكة إلهي ملائكة جنة نار تباركان بل غيرهم إذ أن يجا هين أي يعني أفضل الإيمان. قالوا يا رسول الله الأنبياء ويان الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة. قال هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالمنزلة التي أنزلهم بها. قالوا يا رسول الله الشهداء ولهو الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء. قال حيرهم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة بل غيرهم ذكر الشيخ. قالوا فمن يا رسول الله؟ قال أقوام ويان تذكر أفضل الإيمان إيمانا إيوا أقوام أقواشاس في أصلاب الرجال حق لبركوت كجرة يأتون من بعد بيمن دور كتاب يعني القرآن المعلق وراق يعني جمال سورة بأرك الدونان فيعملون بما فيه قرآن كأي حديث أي علم غازك وعمل فليان فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. وأنا إنك إن شاء الله صدق للدونان. قال الهيثمي رواه أبو يعلى ورواه البزار فقال عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخبروني بأعظم الخلق عند الله منزلة يوم القيامة. أعظم الخلق المخلوق أبوين أبو منزلة وين إله يكتس قيامة هو أيوه. قالوا الملائكة. قال وما يمنعهم مع قربهم من ربهم كرائب أدوهم بإيمان كذيون وين هذا محمد ديني بل غيرهم. قالوا الأنبياء. قالوا وما يمنعهم والوحي ينزل عليهم بل غيرهم. قالوا فأخبرنا يا رسول الله. قال قوم ويان يأتون بعدكم بعد الصحابة يؤمنون بي ولم يروني يجدون الورقة أي أركي المعلق قرآن دميلها صورا فيؤمنون بي أولئك أعظم الخلق عند الله منزلة أو أعظم الخلق إيمانا عند الله يوم القيامة. وقال وحير هيثمي الصواب أنه مرسل من حديث يحيى عن زيد بن أسلم وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن انتهى. وعند أحمد عن أبي جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا لقديني ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد أفضل منا دان صحابة أنها معبا نقفض للبدن أسلمنا معك أكثر إسلامنا وجاهدنا معك. فقال نبحر النعم قوم يكونون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني كواس هي إيمانك وذي ذكفض للبدن يعني. قال الهيثمي ورواه أحمد وأبي يعلى والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجال ثقات انتهى. وعند أحمد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني جنة أسرنا تقفكي
الرمي وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يراني سبع مرات. فدبجر بكعدي عليه السلام طوبى. قال الهيثمي رواه أحمد وطبراني بأسانيد ورجاله بأسانيد كسورية ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقة انتهى. وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون من بعدي يا إمن دون يود أحدهم مد كمد وحج علان لها أن يفتدي إنه كفرته كئيب سد برؤيتي أنا أرقيق أهله وماله. قال الهيثمي وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. وعند أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني لو رأيت إخواني حنجعلان لها إن أنا أركلها ولا لدي الذين آمنوا بي ولم يروني. قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى ولفظه ومتى ألقى إخواني أي نبي عليه السلام حد من لكل مدونة ولا الذي. قالوا يا رسول الله يا لسنا إخوانك. قال بل أنتم أصحابي باتهين وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وفي رجال أبي يعلى محتصب باكجر أبو عايد لنكر إذا وثقه ابن حبان أي توثيق وضعفه ابن عدي. وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الفضل ابن الصباح وهو ثقة. وفي إسناد أحمد جسر وهو ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محتصب انتهى. وعند أحمد والبزار والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي أمتي تصالح هذا مثل المطر والرق لا يدرى لقر ما هي أوله خير أم آخره مرء خير كجره لما قره ما أول كيسا مسوى خير خير كهلك لقى هذا لي النبي عليه السلام أركتني سوى قولي وقفت النبي قال لك كل ما أركي صحبة داس عدي ما قادي كرته لكن صحبة مركي لقي ما دي النبي أركتني سعليه صلاة الله وسلامه والله قايا بدد كأجر البدن دد كي هوري إني آخر كسبحان. قال الهيثمي وحوير ورجال الفزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سلم سليمان الأغر وهما ثقتان. وفي عبيد إنك عبيد لنا خلاف لا يضر بكجرة انتهى. وأخرجه البزار وغيرها عن عمران والطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في المجمع. وقال ابن حجر البيري في الفتح الحبارية هو حديث حسن وين حديث لنا له طرق وقص وروري قد يرتقي بها حديث لنا وقريه إلى الصحة. قاله المناوي وأخرج البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة بلي السياحين يعني وروريكتا ملائك دورتا أي إله إليه شغل الله محي يبلغوني وحي سوغرسيا عن أمتي وحي سوغرسيا السلام قفت استونا بيكو صليا أو السلام عليه السلام ولغا غرسين. قال ابن مسعود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم انت نولهي مولا شيد خير بايدين كجرة كيف تحدثون يعني واد ورهم إنسان وأحوال بسوق بينها إنسان وسؤال الله إمانها إنسان ويحدث لكم وأنا الذين جوابيا وأنا لها الإنسان وأنا لها الضياء مالك أنه رشد أساس خير دي كل هذا يعني وحبات يجب برانها إنسان ووفاتي خير لكم لما شدينا خير بإذن الله هذا تعرض علي أعمالكم عمل كينا لإبن لقاء فما رأيت من خير وحن خير ذكاركم بعد موتي وأنا في القبر حمدت الله علي وما رأيت من شر استغفرت الله لكم كسر قبر الفجرنا أمدي سوى فعيا عليه السلام. قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح انتهى. وأخرج البيهقي عن أبي بردة قال حين كنت وحنها جالسا عند ابن زياد ذلك الوجر عبد الله بن زياد
فنن ترجمة دي سو إن شيخ حاجة دم بواسطة كوكا بندونا ولي وها معاوية من شو دي مرك يهرة نن دبلن جبر بنكنيها عبيد الله بن زياد بن لجوب الجلس عند عبيد الله بن زياد وعنده عبد الله بن يزيد أي لجوب رضي الله عنهما فجعل منك محل كاني يؤتى برؤوس الخوارج دقال بعد عي خوارج تقول لي ما كخوارج تي ولا سؤال أي كل كل جس ولا بري ما ذهب الله كاني ما ذهب أسرة بدن ميت فكانوا إذا مروا برأس لكن ما ذهب مرة خارجي قلت إلى النار أي الرهي قال لي لا تفعل يا ابن أخي بجري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون عذاب هذه الأمة في الدنيا وحن وعذاب وفتن دقال كان يوحن دعياي آخر ومطمح لغجر لا يعدون كالغجر كذا في الكنز وآخر جواب النعيم في الحلية عن البردة بنحوي ولفظه في المرفوع إن الله جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا الله جعل وحقي العذاب هذه الأمة مدن عذاب كذا دونك لا وحقي على القتل مركدير كانوا وح آخر ويالو لوش ودجيجي وأخرج الطبراني في الكبير والصغير باختصار والأوسط كذلك ورجال الكبير رجال الصغير كما قال الهيثمي وعند الطبراني عن أبي بردة قال خرجت من عند عبيد الله بن زياد بن كبح فرأيته حاك يعاقب عقوبة شديدة سوى ذلك أذن كانوا عذابية أنك حسين دليل أنه وقت يسي حسين دليل من علي وطالب فجلست إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيام لفريست فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة هذه الأمة بالسيف عذاب أمة يورد يقول كلا لقول إنجري زلزال بعد الجري لكن عذاب أمة النبي هو قال هي قتل قال الهيثمي رجاله رجال صحيح قال يوسف عليه رحمة الله حرمة دماء المسلمين وأموالهم مسلمين تا ليقود حارانت ويهي هي حولها مسلمين تا يجابك مسلمين تا حق در من لغوقة تا يدن حارانت للوباب مهي من أولي قمانت وهي ليق مسلمين تمانتا نعد اللغة ورهمي مايو مركباب كان وباب مهي من ليق قل قريعون عراق ما تكدا عيا سوريا كدا عيا خوري سومالي وكدا عيا جميع كوا كدا عيا باب كان هو باب مهم جدا أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا فيه قتل وحال دلي قتيل من بلد دلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم قاتله نكي دلين ولا جرم واي فسعد منبره نبغو من بركيب وفولي فقال يا أيها الناس أيقتل قتيل وأنا بين أنظركم أيقتل قتيل مقف بالدلي أنا أدوشي نجيغو أولي دحدي نكون نول سود ديغو دادان كرا ولي بقف قصر لا يعلم من قتله كي دلين ولي بأمور لك حينين نبغو الله يقين عليه السلام فكان نبغو حير عليه السلام لو أن أهل السماء يعني عرار كدين تطبط عربة يا والأرض اجتمعوا على قتل مسلم دي سوي ما دين دي أهل السماء جبريل باكمل يا ميكائيل جبريل ملايك طورا يا وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لعذبهم الله عرك يروك بلاو عذابي بلا عدد ولا حساب سوغن ترأي حساب منه يقول جبريل ولا سوال الرعن تضبط العلم حق النور حديثك والقرآن يجب أن تأطط السماء وحق الله أن تأيك وحق النور أردن يا واحد دولك جوا هل مسلمة يسوعات دلكود لعذبهم الله قال ليتم رجال ورجال صحيح غير عطاء ابن أبي مسلم والثقة ابن حبان وضعفه جماعة انتهى عند البزار عن أبي سعيد قال حير قتل قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعد من براء فسعد النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ألا تعلمون من قتل هذا القتيل بين أظهركم ألا تعلمون ميدان أوين من قتل هذا القتيل بين أظهركم ورمكن الذي قف قد حدنا كدر ميدان جرمهم ثلاث مرات قالوا اللهم لا ما جرمهم فقال خير والذي نفس محمد بيده لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أدخلهم الله جميعا جهنم ما تضيلها جهنم وقرين ولا يبغضنا أهل البيت أهل البيت هذان نكون هيقفنا مع عرضه نمنعه يعني أحد إلا كبه الله في النار
قال الهيثم وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء انتهى. واخرج احمد عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال حين بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقه قال الريح حرقه لا يراه في حرقه ومن جهينه قال ذا جهينه اجر مكمل اي النبي النضر جهاد قال حين فسبحناهم وكوى برسله والبراد يعني وسمات كما هو قال الدجال فقاتلنا وانا الدجال وكان منهم رجل باكم اذا نبك من المرداس لرا صوصوا وكان منهم رجل اذا اقبل القوم وحوا حقك الدجال نغ سو قادان قولد ريح ورقا كان من اشدهم علينا من كان نوغ ضربوا من الدجال في قانون حرات الدجال في ادي قانون من كان نوغ ضربوا واذا ادبروا مرك جبانن قولد ارينننا كان حاميته منك إلالية أقدم بيه الدفاع بها. قال غير الصحابي فغشيتهم وانهريري نكي أنا بوير أسامة يو رجل من الأنصار نكي دي نوع عسى الصحابة كالقلقابية بمركد موان هريري بوير أسامة أنا جهي من أنصار تكمنا نكي هريري. قال أسامة غير فلما تغشيناه مركان هريري قال غير لا إله إلا الله كل كلمة دائما فكف عنه الأنصاري أنصاري باسبو غير سيفتي سيسك اللعطي وقتلته أنا لك غير واندر أسامة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال أسامة قلت يا رسول الله إنما كان متعودا حكما جليي كلمة داس من القتل دين كم كعرية كلمة دان يعني إخلاص كما هي قال غير فكررها علي نبي يقول علي لكل العلم تنبيون معنوين بكفر دي ما سلامتين وقال العلمين مهن فكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ يعني وان اسنعي ويقول يقول العلمين هذا الكه إلان يرور مانت كهر بمحكسو إسلامي مانت محكسو إسلامي ويقول وأخرج البخاري ومسلم أيضا وعند ابن إسحاق فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه وأمرنا فقال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله من لك يا كدفاعي أو كائل أو يعني كعقل قبل بلا إله إلا الله فقلت يا رسول الله إنما قالها متعودا من القتل قال فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله فوالذي بعثه بالحق من قدرت يرى أسامة ما زال يرددها علي حتى تمنيت أن ما مضى من إسلامي لم يكن وحي إسلام ينهر مرصدي وردن محوب أنكم وايي وأني أسلمت يومئذ مالك أن إسلامي وايي ولم أقتله أندرين إن أنه نكادرين مالك أن صلى إسلامه يا إيدا من هذا الكنس النبي العلمي عليه السلام فقلت إني أعطي الله إلهي وحام بلان أكو قاضي عهدا بلان فسوك إلهي وبلان أكو قاضي إلهي نوان قاضي بلان توامحي ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا بلان تحس أكو قاضي إنا نقفنا الدين كلمة دالي أبدا فقال نحيل عليه السلام بعدي يا أسامة أنت بلان تحس قاضي سيدة ما أنا كدب فقلت بعدك يا بلنت قاضي كذا في البداية. وأخرج ابن عساكر عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ما قال غير أدركت مرداس ابن النهيك أنك لدينا في صدافنا أي سوغاري أنا ورجل من أنصار بسوغاري فلما شهرنا مركان دلدقني عليه السيفة سيفة تنقلك كسرني أن دلدقني قال غير أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ألف تاس محاك حقا نون طالما أخيو وقالت انت بضوك يكون حضانك شهدنا يعني إذا أشهد أن لا إله مركا أن إن أدنونك مجسي وقالت نونك وعلى القرآن لما أخريه وإن أترى ما حي أشهد أن لا إله أعي الله أنك تسكنه أن لا إله قال فري أشهد أن لا إله إلا الله فلم ننزل عنه يحير ما فلم ننزل ما ننكتل قارن سيفتي عنه حتى قتلناه
فلما قدمنا مركان نمدنا انت مغالي مدينة كسوة نقونينا انكسوة التصدي فذكر نحو حديث ابن إسحاق حديث كان صورة في مركاسي وذي وأخرجوا أيضا أبو داود والنسائي والطحاوي وأبو عوانة وابن حبان والحاكم وغيرهم وفي حديثهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته أنت لا إله إلا الله كذب بعد شيء قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح سيفت المكجع على ليه إلى إدرادي كماهم إخلاص كان يوحى إلى إدرادينا حجاب الله إخلاص وحجاب الله قدرته قلب جريئة أب الله ما أبدي متقفنا ما رنت ساس وجدا يساس وجدا يسات وحى قلب كنت علقة إلى هاي أب لكن ما أنت تسد إن كنا عوضناي شقدي إلى هاي بالفرجين وحرب أفك قلب يس وحى كجر إنا ضافضه رساس وجدي يساس وكودي إنه سيدا أجيري إنه سيدا كودي إنه دانتا كلاها أشقبت قلبه وقلبك سيد الله عسى عليم بذات سدور إلهي من بعد إنك وحن حكم كرناي والظاهر كاسون قال أقتلت فقلت يا رسول الله إنما قالها خوف المسنة فقال أفلا شققت عن قلبه قلبه سوصه محنك رد الله عويني حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا يعني إنه لا إله إلا الله هو من كجعر لي الدجال ينو كجعر لي بالقلب يسمى حد أود الله عيني أذن وقعت إنه يخلص من كاهدين إلى كعين من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة إلا أن لا دخل خمسة آخر يا كعب يا كعلي فما زال يكرر حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ كذا في كنز العمال وأخرجه البهقي وأخرجه الدولابي وابن مندة وابن نعيم عن بكر بن حارثة قال كنت في سرية جماعة بن السعدي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلنا وانا استقبلنا في القاربي نحن والمشركون وحملت على رجل نبان ورب قد قيل من المشركين فتعود وحي مني وحي مني بالإسلام لا إله إلا الله قيل لا إله إلا الله كما كان غري فقتلته مركسان جيري فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي عليه السلام وإعراضه وأقصاني أولى إفوبي يعني مجلس كسي حضر كسي وإلى قوست النبي عليه السلام فأوحى الله إليه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ سدين خطأ أن كس أهين موياني سحابي ندنيكم وحي أدي لي لا 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 طب كما مكا سجد النية دي سمع حمانا حيش لا 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 وحبا وقبل ما يسمع مكا خطأ سوصوص قليا إلا خطأ سوصوص قليا فرضي عني نبي مركاسو إقرها لنوضي ويد إلهي أخي إقا استثناء إلا ما إلا خطأ أنت سوصوص قليا مركاسو النبي عليه السلام يسور دوي وأدناني ونا يسور دوي فرضي عني إرها لي ونقضي وأدناني ونا يسور دوي كذا في الكنز وخرج أبو يعلى عن عقبة بن خالد الليثي قال حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بودري فأغارت وحوير القاطع على قوم فشد رجل من القوم فشد وحوير سوق رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية نكي دقاك نقول سوق قالوا قال هذا كثر سنة فأتبعه وحاد دبر إكتير رجل من السرية من كثر سنة جماعات المسلمين تا ومعه السيف سيف نوتين شاهره سيف تاسو قلك كساري فقال إنسان من القوم خيرك كم ذهب وحيري إني مسلم قد قد فرح على سرق علي إني مسلم فلم ينظر فيما قال سحابي مونا أجن إني مسلم مونا أوفير سني يعني مونا دنك قريب فضربه مكاسو دلني كإني مسلم الله وفقتله قال غير فنما الحديث حديث يوركب وحوق جاري ولا جارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه النبي قولا شديدا هذا الآد وأعظم الجواب آد كره النبي كبتيه فبلغ القائل فبلغ القاتل هذا الكين النبي عليه السلام يقول لابا وحب جارين كين كدلي قال حين فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب نبي ومارا قطبين هيا إذ قال القاتل نكين كدلي أي وحير يا رسول الله والله ما قال الذي قاله إلا تعودا من القتل
ومجمع دد قدبت جمع دد مكا ايو كلي نكي ان دلي وحو سالة يرد دلات امك لبع سنعي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس نبي قلت حكا جيسرين ننكي يوحي حقي سفردي وردن نبي تسي جيسرين. وأخذ في خطبته نبي قطبة سيسك سيوتين قال حيث داوي ثم عاد نكي باك عمر لبا فقال يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل. فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس فلم يصبر نكي أدنو صبر واي أن قال في الثالثة مركز الدحاد ويري فأقبل عليه مركز الدحاد وكعوة أنا هلتي كعري فأقبل عليه نبي نكي كسو جيد سري نبي قال تعرف المساءة حمان يعرق لقدر يمي في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي إلى يؤدي لي يعني نهيي أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات من كعلي عليه الصلاة والسلام. قال لي ثمر وهو أبو يعلى وأحمد باختصار إلا أنه قال عقبة ابن مالك بدل عقبة ابن الخالد والطبراني بطوله ورجاله رجال السنة غير بشر ابن عاصم الليثي وهو ثقة انتهى. وأخرجه أيضا النسائي والبغوي وابن حبان عن عقبة ابن مالك كما في الإصابة والخطيب في المتفق والمفترق أي كسوري حديث كما في الكنز عن عقبة ابن مالك نحوه والبيهقي وابن سعد عن عقبة ابن مالك بنحوه. وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حيري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم درسرية فيها جماعات وحاكم لها المقداد بن الأسود فلما وجدوا القوم قال ذي مركي لقلمين وجدوهم وحير يركي قارين قد تفرقوا إيو كرباهي وبحصدي يركي قارين قال ذي كسعين وبقي رجل باكسو هري لهم مال كثير أرئات وبضن لها لم يبرح نكاسمون كزول إنو إسكجوه. فقال نكي وحير مركي لسوق قاري أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه وحاكوا عليه نكي المقداد أي قوة عليه فقتله مركسو الدلي. فقال له رجل من أصحابه بايري أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله ساسات محمد دليسا لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي وارو الشيء وفي الحاف واشاس. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا با شهد أن لا إله إلا الله يوم فقتله المقداد بادلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا للمقداد يوي يا مقداد يا مقداد المرقويم أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا بري محمد لا إله إلا الله كسمرك يدك قصته. قال فأنزل الله تبارك وتعالى إلى بسودك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم مركز سعطان في سبيل الله جهاد فتبينوا حبصدا الدقدقنا أو حبصدا ذلك كان حبصدا ولا تقولوا أكو أرنين لمن ألقى إليكم السلام قف قد إذن سلامي تحية الإسلام إذن كو سلام سلام عليكم إذن يرى هذا أما مسلمان هي إذن يرى هذا هكو أرنين لست مؤمنا مؤمن متى يدى دقاك كعر ريسان هكو أرنين تبتغون وحدون إسان عرض الحياة الدنيا حد أجدنا وأدويهم فعند الله مغانم كثيرة غنموين بدن عن دون إسان إلهي باهي كذلك كنتم من قبل إذن كل قول قد مكت جوكتين إسلام كنوا قرسان جرتين ننكن مركز هدو إسقرية وقالت كورنا حنولا أدبا قالت كورنا حنولا حالات ما أنت إدادكو كسوين أدبا شرابات كسوين إذن كذلك كنتم من قبل ننكن دلت ما أنت محاقب قرسان إسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد كان وحوها ابن يقول عليه السلام كان إن كان المقداد ودي شيء رجل مؤمن بوها ويخفي إيمانه إيمان كيس إن كان قرن هاي لكن أرجع بدل هاي ودي شيء مع قوم كفار بولن ولا فأظهر إيمانه مركو إذن كذي أكيد المسلمين تيسوق عشان إيمان كيس بالظاهرية فقتلته مركز الدشي. وكذلك كنت سدى صلاه إلى المقداد وتخفي إيمانك بمكة من قبل هذا وسنا نك عن ضهيد ومكة كوكب جوتي غرست إيمانك عليه.
قال الهيثمي رواه البزار واسناده جيد. وقال في هامشه رواه الطبراني ايضا في الكبير والدارقطني في الاذكار في الافراد. واخرج ابن اسحاق عن عبد الله بن ابي حدرد قال في بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الدري صلوات الله وسلامه عليه الى اضم وده اما الله مقعد اضم في نفر من المسلمين أنك جماعة المسلمين هم الدري يعني السرية عينا منهم أبو قتادة الحارث ابن الربعي جبا كمل هذا الكاس إيو ومحلم ابن الجثامة كمل هذا ابن قيس رضي الله عنهما. فخرجنا وانبحني حتى إذا كنا ببطن إضم لكن يدعي مركن قادنا برتن كذي مر بنا عامر ابن الأضبط بان الصمري الأشجعي على قعود له قعود يعني وأور قال يرو أورها حسق وطاء وكفر دي ينفوشن بما صومري وكرسن معه متيع له متيع يعني وزاد سهي يرنا وكوة أور كاس قعود كاس يعني أور كاس قال كاها أيام متيع زاد ير قوتين أور كاس قوتين إيه ووطب وطب نمركة و وحن ويكسمي سن هرقا عكستا يوتيها جراكا سوتي ومن لبن عن مركا كوتي ها. فسلم علينا بتحية الإسلام السلام عليكم بنيري فأمسكنا عنه مركا سندقاتي كنتين يعني سيبت مركا طبني وحمل عليه محلم ابن الجثامة لهذه يجي القفي الدقدقة لما وايه محلم ابن الجثامة بالدقدقي يا قادم كاسونك ويرك قاضي فقتله محل لكن أدري لشيء كان بينه وبينه يعني الجاهلية دي بوا حكا دعشي معي على ود وحنا يرانا آنو آنا كده حيسا دكانا كده حي آنو قبيل يا كده حي انتي من باقو سورة علي نفسي لبو كدري وآخذ بعيره وأوركي راوك قاتل ومتيع وزاد كده وقاتل. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر نبقى مشغني فنزل فينا القرآن بأن يقصد يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون إنك قدونا عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا مبصد واحد إن الله كان بما تعملون وحفظ لسانا خبيرا حقوقا لهكويا. وهكذا رواه أحمد بابوري من طريق ابن إسحاق كما في البداية. والطبراني كذلك قال الهيثمي ورجاله ثقات والبيهقي وكذلك ابن سعد نحوه. وعند ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر يعني هو سنة صحيحة سنة كسوس وراجع ابن إسحاق وصاحب السيرة نافع نواعان مولى ابن عمر ابن عمر نواعان رضي الله تعالى عنه قال في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا دري محلب من جثامة مبعثا دريتان بودري سرية جهة فلقيهم عمر بن الأضبط يأويمد فحياهم بتحية الإسلام بكو السلامي وكانت بينهم لابد أن نحكى لحد المحلب كان يعني كان عامر كان وحكى لحيسي إحنة يعني آنو في الجاهلية. فرماه محلم بسهم أي كتوري فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه لابد أن نبقى هذا الشيء ولابد أن نوصى وكلم بحدي كي لدلي إيكي وحدلي عيينة بصبحية والأقرع رضي الله عنهما لما السحابي فقال الأقرع باين يا رسول الله رسولك إلهي سنة اليوم ما أنت سنة هذا قصة سنة ما فرق هذا إنك واحد ليه مركب كان وصل بحية مركب غير السنة هو يعني إنك رد سقلت بودي للديدة أمقات ديدة أمقات هدي إنك سنة اليوم وغير غدا حتى أنت بري واحد كلام شرعي إنك ما أنت هنودي لين أو ما أنت حركة أو سنة هم سنة هذا قصة يعني ديدة قالوا إنك هدي لين وقد نكتب بدل سنة وغير قد نتضع أن تبري وحكة لا شرعية وحكة لبدل لكنك ما تنقدرين. فقال عيينة ونك إلا الدليل كسر عليبا ويري لا والله ساسي مرد عيسو حتى تذوق النساء إلى الدمر كيسو كانوا الأيضا دميان من الثقل قبلا أي كان دميان ماذاق النساء
dumar kaygi aniga dumarkii ninkana ka dhintay dii se u gablamin ilaa kana dumarkiisu u gablamaan ma dhacay sarintaas yani halabta saas u kooda hada dibo fajaa muhallimun bayyin fi burdayni saw laba go'wata fajalasa bayna yaday rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa fadhiistay ninkana dee wuxuu u dilay saas oo dhaqnay waa maxay ana dhaahraddi من أدلنا ما هين ده وحي جهرية داعي فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له سو إلهي هو يدي ما هين دم بداف إيه ويدبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر لك الله إلهي وما دم بداف قف النبي سافر محمد عليه الصلاة والسلام إلهي كما دم بداف فقام وكعي وهو يتلقى دموعه ببردي سوق المضي إسكاجم الصحية لبني سيكو فما مضى الله السابعة تضبان مع المضمين كسر وليجن حتى مات فدفنوا والله عاسي محار دعي فلفضته الأرض لكن ما صوته وكي قبرك لديك قبرك مبعهم وحن لأركينين بصوتوري دبد بناك وصوتوري فلفضته الأرض لكن ما صوته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له حواشي من نبي الله الشيخ فقالوا كوري إن الأرض لا تقبلوا من هو شر من صاحبكم لقال بي من قلق أقبلاه ولكن الله أراد أن يعيدكم إلهي وحوضون إنو إذن كوانيو من حرمتكم من حرمتكم حرمتها الليدهين يلي قد بلاش من لغو دارين هايو إنو إلهي إذن كوانيو إلهي دونيا ثم طرحوه حلو قطوري لما لو أسمعني تمنك لا أسمعني قطوري ثم طرحوه حلو قطوري بين صدفي جبل لبا بورود ما يقولون لك لبا بورود سيقى يمدين بلغو طوري فألقوا عليه من الحجارة اللي حيان بدنا دوش على قسين دقاي ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت في سبيل الله فتبين قصدنا عن كوختمنا إن شاء الله وأرجع عبد الرزاق وابن عساكر عن قبيسة ابن دويب رضي الله تعالى عنه قال أغار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا على سرية جماعات أيو مركا يعني جهاد قاضي أما يعني دقال أيوه قاضي يعني هجم انهزمت فغشي رجلا من المشركين أيو مركا يعني هريري وهو منهزم فلما أن أراد أن يعلو أن يعلوه بالسيف أكو السحابة إنك السيف تلد الفولي قال الرجل إنك بير لا إله إلا الله فلم يتناهاه عنه مونا كجو في السحابة حتى قتله فوجد الرجل في نفسه من قتله فوجد الرجل السحابة ونفتي سوحو كهر يعني وحو آديق وقدر يمي من قتله ولن لا إله إلا الله محمد ودو شيء ساقس دي بسوحان أنتي فذكر حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما قالها متعودا مركو النبي قلت تقي والنبي قلت هذا الكيف العليم يريد حساوي يريد متعودا في قام قال إياهم دقال كان يدين كان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن قلبي سمحة الدلاعي مويده فإنما يعبر عن القلب باللسان وحا قلبك كجرة عربك ترجمة مرض لا إله إلا الله كيري خلاص فلم يلبثوا ملما نجانن إلا قليلا حتى توفي ذلك الرجل القاتل نكي سحابي كبار التاج فدفنا فأصبح على وجه الأرض مركي لا آسبا فأصبح على وجه الأرض قلكم بسوت فيكنا والله آسب عيد يلقون رقي هذا ناصر نكي وقل كدوشي يلما الأرخ يميك فجاء أهله يا يمد قرابة ديسي فحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال نقول ادفنوه اسكا عصر فدفن أيضا فأصبح على وجه الأرض نقول بل هذا قبرك لو قضى قبرك المركي لو قضى هذا نوانك يقول لك الدوسي يا لهم فأخبر أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إن الأرض أبت أن تقبل تقول لك ودي لنقلين وأقبلين فاتركوه في غار ما الغار ها جدا كتورة من الغير يعني جدا تفرح بدنا ملها ونظرتان جدا كمذاها كتورة كذا في الكنز وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.